لا ها هو الزيت مسكين فاشل 2016 ليش اشتريت فاشل؟ الزيت في 2002 نهار 26 شهر 11 ومات عاوتاني في شهر 11 نهار 26 على 10 الصباح يعني نهار عيد الميلاد ديالي هذا هو فهمت وقسم لي كل شي واحد اللي حدا في ما كنتش ضامن غادي يمشي وما يرجعش عندي ولدي انت ما كنتش عارفه ولدي ما يدري يمشي وما يجيش عندي ما صيفطوش وما صيفطوش وما يجيش ما صيفط وما يمشيش ولدي ادعي معاه ادعي معاه ادعي معاه الرحمه ادعي معاه ولدي وسامح شوف راه مساب لي مساب لي ولدي وسام والدريه فين من فوق الدريه؟ اي هي سكينة بنتي هادي اللي باقي حقها ما بغاش يبان هادي اللي حقها ما بينش ما بينش وبغيت حق بنتي يبان صافي بغيت حق بنتي يبان وبغيت حق بنتي يبان هادا هي سكينة بنتي الله يرحمك بنتي ويسهل لك ضيقة القبور انا راضية عليك فرجك مرضى ومغطية كبير ما جات بعيني لا قايد ما جات بعيني حتى شي واحد منهم لا رئيس الجماعة لا تنقد موالخر النهار اللي عيطوا لي قالوا لي راه بغاك العامل مشيت عند العامل تحاوروا معايا في العماله صيفطوني قالوا لي سيري عند القائد مشيت عند القائد يلا حدوا القائد شنو داير جمع لي المقدمين وهادي واش تعرفوا هاد السيده انا ما تنعرف حتى واحد بسيدي موسى مرحبا 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 شو ما هو على ما عنده شيء اللي قبلنا الدراري ها هذيك بنت هذا ايش ايش او بنتي راه هذاك راه واعر لكم تخش طلعوا تما وانت شي واحد ولا شي حاجه ها دوي كشيو كتقرا ولا لا ها كتقرا انت كتقرا ها علاش مابقاش كتقرا ها دوي يلا دوي ها شكرا لك 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 مشاهدي الواجهة احنا الان في منطقة بولقنادل وبالتحديد بدوار سبيطة جينا عند السيدة سميرة في البيت ديالها اللي غتحكينا واحد القصة مثيرة متعلقة بالابناء ديالها خاصة البنت والابن ديالها اللي تعرضوا لواحد الحادثة ديال الوفاة فالاخت سميرة مرحبا بك احنا الان انتقلنا عندك هنا في منطقة خارج سلا ففي البداية بغيت تعاودي لي كيفاش اللي كانت توفى لك في الاول والابنة ديالك ياك اه واش ممكن تعاودي لي التفاصيل بالتحديد كيفاش الحادث ديال الوفاة ديالها السلام عليكم انا مت جعيديني سكينة اللي كتزوجتها في شهر 3 مات في شهر 9 انا النهار في شهر 9 في 2002 في شهر 9 مع 10 ديال الليل عم انا تجات الخبر يعني ما عيطوش عليا انا ما عيطوش عليا وما قالوا لي لا الموت ديال بنتي ولا بنتي في السبيطار ولا حتى شي حاجه عيطوا الاخت ديالي اللي بعد مني البنت ديال قلتي كانت متزوجه ياك شحال هذه باش تزوجات تزوجات درت لها العرس في شهر 3 شهر 9 في شهر 9 مات شنو هو سبب الوفاه ديالها الوفاه ديالها يعني هما هي كانت بنتي حامله من كانت بنتي حامله عطاوها شي حاجه باش يسقطوا ليها اللي التلاد اللي في كرشه من بغاو يسقطوا لها التلاد اللي في كرشه اتى بالموت ديال بنتي انا من عيطوا عليا وصلت عند بنتي مع 12 الليل لقيت بنتي في السبيطار لقيت بنتي مربوطه بالفاصمه
بقيتها في فياس مربوطه في فاس، ما تقول لي ماما عتقيني، ما معلق لها لا سيرو، ما معلق لها لا حتى شي حاجه، ما معلق لها رامينا بحال رامين شي حيوان. هذا دخلت عندهم قلت لهم علاش بنتي دايره لها هذه الحاله، حتى جا الطبيب. من جا الطبيب قال لها سكينه، قالت لي نعم، قال لها غادي ندير لك الاجهاض، راه التيلاد اللي في كرشك راه ما هذه. قالت لي لا، نموت انا وولدي ولا نعيش انا وولدي، نموت انا وولدي ولا نعيش انا وولدي. تتقولها لي شي ثلاثه المرات، وكاينين الشهود اللي معايا شاهدين في القضيه ديال بنتي. قلت لها واش مالك انت، شنو كان السبب؟ قالت لي يا ماما عطاوني كاس ديال العصير، راه انا يومين هذه ما كليت ما شربت معاهم. يعني تكلمتي معها انت؟ هضرت معها، وهضروا مع الشهود اللي كانوا معايا، هضر مع الطبيب، هضروا مع الناس كاملين اللي كانوا معايا. قالت لي ماما راه عطاوني كاس العصير، يعني هذاك كاس العصير انا ما سولتش بنتي كاس العصير ديالهاش، واش الليمون واش ديال هذه، ما سولتهاش. قلت لها وشنو؟ قالت لي ماما من عطاوني هذاك كاس العصير وانا تنتوجع، راه من 12 ديال النهار وانا تنقول لهم عيطوا لماما تجي تعتقني، عيطوا ليها، حتى واحد ما بغى يعيط لك. قالت لي وعلاش انت عاد جيتي دابا؟ قلت لها انا بنتي راه هما ما عيطوش عليا، انا راه اختي خالتك ناديه اللي عيطات عليا، هما راه ما عيطوش عليا وما قالوش هي بنتك راه شنو واقع. المهم باختصار بنتك توفات، شحال ديال الوقت تقريبا باش توفات ملي كنتي كتكلمي معها؟ انا بنتي بقيت تنهضر معاها حتى ثلاثة ديال الصباح، ثلاثة ديال الصباح قال لي الطبيب سيري جيبي لها حوايج ما تلبس وجيبي لها مانطا، حنا ندخلوا البنت للإنعاش. هذيك الساعة باش دخلوا لي بنتي للإنعاش، جيت باش نزل المانطا، جيت باش نزل المانطا لقيت بنتي أنا توفات، يعني ما خلاوهاش حتى هذيك الساعة فاش نجي أنا باش نشوف بنتي، ما شتهاش، فرمشت العين بنتي تخشت في الفريغو. وشحال في العمر ديالها؟ عندها 17 عام فاش مات. وهذاك الجنين تا هو ياك؟ الجنين ديالها مشى يعني بجوجهم. وبالنسبه اسمحي لي، بالنسبه للدكتور شنو واش قال لك بالضبط سبب الوفاه؟ الدكتور ما قال لي حتى شي حاجه، قال لي عاطينا شي حاجه تسمو، هذا الشيء اللي قال لي. اولا الدكتور عطاني قال لي سيري شي بلابيلانس باش تهزي بنتك تديها دابا السويسي تعتقيها. كتبت بيدان غادي ندي بنتي، غادي عطيتو بيدان انا صافي غادي نهز بنتي غادي نديها السويسي باش نعتق بنتي. دخل بات الولد وواحد السيده معاهم، دخلوا عند الطبيب قالوا ليه شوف نقول لك هذيك ما تهش، وبخصوص هذيك المراه اللي كانت معاهم تتحلف عليا تتقول لي الا ديتيها من هنا عرفي راسك راه غادا بينا حتى حنا، بنتك راه ما غاداش تمشي. ما من جا الطبيب شد هذوك الوراق قطعهم ورماهم، قال لي عرفتي اش غديري بنتك، غادي نهزوها ندخلوها فوري ندخلوها للانعاش. صافي انا قلت بنتي راه صافي غادي تعيش، مول لابيلانس رجع، يعني حنا عيطنا لابيلانس ديال الجماعه ديال ولاد السبيطه باش تهز بنتي تهبط على الرباط. اسمحي لي دابا انت قلتي بان الابنه ديالك مات نتيجه تسمم ديال شي عصير شرباتيه، من بعد طالبتي بالطب الشرعي؟ انا اللي طلبت التشريح، هما ما بغاوش، انا اللي طلبت التشريح وانا اللي شرحت بنتي وانا اللي جبت بنتي دفنتها وانا اللي كفنت بنتي. هما من لا خرجت لك النتائج ديال ما عطاوني لا نتائج لا حتى شي حاجه. رفعتي شكايه للوكيل الملك؟ درت شكايات، هادو كلهم شكايات كاملين، درت شكايه للوكيل الملك، درت شكايه، ما خليت اي بلاصه، درتها في الجورنال، ما خليت حتى شي بلاصه اللي ما دقيتش بابها، ما خليتش، يعني باش يبان لي حق بنتي. دابا حاليا هو دابا تشد، ها هو كاين دابا هو مشدود، ولكن مالي الجريمه الكبار ما مشدودش. شكون يتشد؟ شكون يتشد؟ هو دابا حاليا مشدود راجلها. ولكن علاش شد الزوج ديالها؟ واش انت كتهمي الزوج انه هو اللي دار لها تسمم؟ انا تنتهمهم حيت بنتي هي في دار الحق وانا في دار الباطل، تهمت ثلاثه الناس، تهمت الام ديالو ومرت خوه وهو. واش كان عندها شي خلاف مع العائله ديالو مع الزوج ديالها ولا شي حاجه؟ لا كان عندها الخلاف مع العائله ديالو، العائله ديالو النهار اللي فاش سمعوا بنتي حامله انا اللي فضحتها. انا اللي قلت لهم راه بنتي راه حامله، والنهار اللي فاش فضحتها وقلت لها انا راه بنتي راه حامله قالت لي حرام عليك يا ماما. صافي هنا فين عيقتلوني، علاش انت يا ماما قلتي لهم راسو كاينه حامله؟ وهنا فاش النهار اللي فاش الهضره اللي قالت لي صدقات، يعني بنتي كانت عارفاهم بيدن ما باغيناش تحمل مع ولدهم، وما كانتش عارفاهم بيدن باغينش ما باغينش التيلاد مع ولدهم، يعني كانوا باغين بنتي عيب بحال الخدامه تبقى ديما خدامه عليهم. دابا كنتي قلتي درتي شكايه مستعجله للسيد الوكيل العام جلاله الملك، فين وصلت النتائج دابا ديال هذه المحاكمه؟ باقي ما عرفت حتى شي حاجه، دابا باقي نايف التوخير، التوخير باقي ما عارفين حتى شي. ودايره شي محامي؟ ما دايره لا محامي لا والو، غالب الله ما عنديش باش ندير المحامي، المحامي معايا هو الله وصاحب الجلاله. انا هادشي اللي تنطالب، تنطالب الله والسلطات
وتنطلب الله حيتش انا تعذبت مع السلطات. انا ما كاينش شي ام اللي هي بنتها ميته وغدا تشد، ما كاينش. شكون يعتقلك؟ شكون؟ انا ماشي الدارك، الدارك الله يكثر خيرهم هما اللي وقفوا ما يبينوا لي حقي. انا اللي بين البوليس ما بينوش لي حقي، حيت البوليس كانوا نهيتش، كانوا البوليس واخدين رشوه ما بينوش لي حقي. ما الدارك وقفوا معايا الدارك وزير. لا ولكن علاش اعتقلوك البوليس؟ علاش تقولي هما اللي قاتلين بنتك؟ علاش تقولي هما اللي قاتلينها؟ ضغطوا عليك، بداو يضغطوا عليك بزاف بزاف، يعني ما كايناش شي وحده عندها الكنازه وغادي تشد من 10 الصباح ما تخرج 13 الليل من عند البوليس. اش من البوليس هذا؟ البوليس ديال مدينه القنيطره. انا تعذبت مع البوليس ديال مدينه القنيطره بزاف بزاف. عذبوني عذبوني فين ما كنت ناخذ نمشي عندهم يقولوا لي خرجي الهيماش، خرجي هادي شي بنتك ميته. ميته والله اللي عالم، وانا نقولها في وجههم. وانا دابا تنطلب الله وصاحب الجلاله هو اللي وقف معايا في هذا الشيء ديال بنتي. انا ما بغيتش هو يتحاكم، بغيتهم هما بثلاثه كما قالت بنتي. وكاينين الشهود، كنشوت لي بنتي قالت قدامهم هاد الهضره. اسمحي لي راه ربما حيت الوقت ضيق وداك الشيء، فانا كنواخذ عليك انت ربما عندك انت شويه الاهمال، ربما كنلومك ان الامكانيات ضعيفه وداك الشيء. فكنت سمعت بانك كاينه قصه اخرى ديال الابن اخر صغير عندك ياك، تا هو توفى كان طاحت عليه شي دار ياك. شحال العمر ديالو؟ عنده 14 عام. النهار اللي عنده 14 عام النهار اللي ولدي توفى. ولدي هادشي من ورا بنتك ياك؟ من ورا بنتي. يلا ولدي دابا باش توفى يلاه عنده، يلاه عنده 3 شهور. وكيفاش وقع ليه تا طاحت عليه ديك الدار؟ صيفطته باش يمشي عند خالته في هاد العطلة اللي داز ديال الدراري، مشى باش يلعب مع الدراري. مشى تيلعب مع الدراري، دخل طارت الكرة، مشاو باش يجيبوا الكرة. والله أعلم أنا ما عرفتش، تمشي تلقيت ولدي بفوريا المربطة واش كان الفوق واش كان لتحت، يعني هذيك الدار كانت قايله السقوط غتخرب غتريد. هي اصلا دابا حاليا راه تشعلات فيها العافيه، حاليا في مدينه، في مدينه الساله سيدي موسى، حاليا تيتجمعوا فيها الشماكريه، تيتجمعوا فيها القتاله، تيتجمعوا فيها كل شيء، هي كلها رهيبه. ولكن علاش مشى يلعب هو تما؟ مشى راه دار خالته شد على ديك الدار، مشى تيلعب هو ولد خالته مع الدراري. تعيطوا عليا قالوا لي ولدك اجي راه مات، تمشي تلقيت ولدي تا هو في الفوريان. ولكن اسمحي لي قلتها لك كما نقول لك عاوتاني، انا غادي نلومك راه فاك الله حتى كاين تقصير من عندك انتيا، وخاصه مواضيع اخرى ما بغيتش ندوي فيها قلتيها لي، غنلتزموا بالسريه، خاصه هذا الابن ديالك هذا تا هو اللي تعرض للاغتصاب. واش ما كاينش اللي يقابلك هاد الوليدات؟ فين كتمشي انت اللي كتخلي هاد الوليدات يوقع عليهم هاد؟ انا تنخدم، ما يمكن ليش ندير الراجل مريض. والزوج ديالك ما كيبقاش مقابلك؟ لا راجلي مريض، راجلي ما تيقدرش حاليا. من النهار اللي مات البنت عنده العصب دابا في القلب، نوبه يطيح نوبه هادي، يعني الله اللي عالم بينا. راجلي مريض بزاف بزاف، ماشي فصراحه القصص عندك مؤثره. الدري هذا مسكين، هذا الولد ديالك تا هو قلتي لي تعرض يلا مؤخرا للاغتصاب ياك، درتي تا هو به شي شكايه ولا واه؟ شكايه. مشيت عند درت شكايه في المحكمه. واش عرفتي بعدا تعرض للاغتصاب؟ هو اللي قال لي. عاود لك؟ هو اللي جا قال لي هذيك النهار الاخر عاد يقولها لي، يعني هو جوج مرات، والنوبه الثالثه عاد جا قالها لي. قال لي ماما، قلت لي نعم. قال لي انا صيفطت وجيت من الخدمه حتى الليل مع ديك التسعود، يعني راك عارف خدمه الديور، الوقت اللي قال لك غتيطلقوك، يعني ما عندكش شي خدمه اللي هي رسميه وغادي تمشي وغادي تجي. صيفطو مشى يتسخر يجيب اتاي والسكر. يلا هو جاي ولد عمو، ماشي شي حد بعيد، ولد عمو. شدو هذا تسلت منه وهرب. جا بقى تيغوت. قلت ليه مالك؟ قال لي ماما راه ماشي عاد اول مره، راه النوبه الاولى شدني والنوبه الثانيه وعاوتاني بغى يدخلني لدارهم باش يشدني عاوتاني. قلت ليه علاش ما قلتيهاش؟ جيت مشيت اصلا نتبرى من مو مو ما تقبلاتش. ثم هذه المنطقه تابعين للدارك ولا للامن؟ احنا تابعين للدارك. ومشيتي ديكلاريتي عند الدارك بان الابن ديالك راه تعرض لاغتصاب؟ لا، مشيت عند وكيل الملك نيشان، درت شكايه
وهذيك الشكايه صيفطها هو كاين الملك اللي عند الدرك الملكي، الدرك الملكي جاو هزوا الدري هما اللي داوه للطبيب، هما اللي تكلفوا به، انا ما مشيت معاهم ما مسيتهم. قالوا لي شهاده طبيه واش قالوا لي في هذه الشهاده؟ قالوا لي عنده الاغتصاب. واعتقلوه دابا؟ لا ما معتقل ما والو. علاش؟ ما امو تتقول لك عندها السلطات، انا عندي الله، يعني ما عندي حتى شي حد، عندي الله هو اللي واقف معايا، ما عندي حتى شي حد، ما عنديش الا تيقول واحد المثل، اليد بصيره والعين بصيره واليد قصيره الى الله. سمحي لي راه هادشي اللي كتعاودي لي راه جوج وليدات اللي قلتي لي انت دفناهم هنا قريب ياك؟ دفناهم حدايا. فين دفناهم؟ واش غير هنا قريب؟ دفناهم حدايا، حيت هاد البنت نهار اللي هزيتها من نهار اللي هزيتها من الفوريان ما عقلوش عليا عائلتها، ما جاوش ما تبعوهاش حتى في الكنازه، ما هزاوش فيها، ما جاوش وقفوا حتى بحالهم بحال الناس، الكفن هو الاخر، ما شراوش لهاد البنت انا اللي تكلفت بها. يعني جبت بنتي دفنتها حدايا، الولده وثاني جبتو من سيدي موسى دفنته حدايا، يعني حتى سيدي موسى ما تبعني لا قايد ما تبعني لا وزير ما تبعني حتى شي واحد، هزيت لا حولية الولد في الفوريان مشيت هزيتو عاوتاني وجدتو دفنتو، يعني ما تعرفوش هاد الناس راه يعني راه لا اله الا الله، راه نوبه كاين نوبه ما كاينش. ولكن انت راه عندك شويه تقصير، فوليداتك انك نصيحه انك تردي لهم البال شويه، واخا تمشي تخدمي في البوس خلي شي واحد اللي بقى ما كاينش لا حديهم ما حدايا لا ام ما حدايا حتى شي واد، ما هدايش شي واد لا حضيهم ليا. دابا خسرتي الولد الصغير المسكين اللي تاهو الاهمال مات، البنت ودابا الدري هو تعرض للاغتصاب، راه هادشي راه كثير بزاف. لا اله الا الله الصبر. المهم فعل الله خيرهم.